ايش يعني لك اسم محمد عسيري؟ اوه، انت تتكلم عن شخص يعني كل حياتي. محمد يعني شخص فقدته يمكن في بداية عمري يعني. عذراً يعني ما كان ودنا والله هل، لكن احنا كل ما تواصلنا مع شخص اقول من الصديق المقرب لاحمد السويري اول اسم ايه محمد عسيري. محمد كل حياتي، هو شوف اللي علمني الحياة، ممتاز صديق من الثانوية إلى الجامعة تقريبا. ليش أنا حزين عليه؟ يعني شوف، هو أضاف لي شيء كثير وأذكره في كل وقت، كل جمعة أنا أمر أمام بابه وأسلم عليه وأدعي له كل جمعة، حتى إذا نسيت أعوض ذلك اليوم. المصيبة إنه مات وما أدري إنه مات، لأنه هو سفر كثير، صار مهندس ومع شركات ويطلع واوا. فبعد ثالث يوم من دفنه قالوا لي إنه توفى، فأنا على بالي مسافر واوا، وتعرف أشغال الدنيا. فهذا اللي مأثرني كثير، إنه يعني مع الكلمة اللي قالها، قال إن شاء الله بإذن الله إنه يعني ما نفترق لا حياة ولا موت، وأنت اللي تدفني ولا الله يطول بعمرك يطول بعمري، بتعرف الكلمات هذه. فتخيف إنه يعني أنا لو إني أواجهها يعني يوما ما إن شاء الله، إنه أخشى من العتب هذا اللي هو اللي لأنه أنا عندي صديق يعتبر شيء كبير جدا، ومن بعدها يمكن هذا أصرح فيه، لم يكن هناك أي صديق بعدها إلا في الفترة الأخيرة، يعني بديت أكون صداقات، كان مجرد زميل بس، لأنه لن كان تفكيري يعني محصور إنه لن يصل شخص بقيمة هذا الشخص اللي أمامي، محمد عسيري الله يرحمه. طيب تقول إنه تزوره كل جمعة، تزور متى آخر مرة زرت؟ الجمعة الماضية. الجمعة الماضية. إيه نعم. كم سنة الآن لا متوفي؟ تقريبا دخل في السنة 13 تقريبا، 13 سنة. وكل أسبوع. كل أسبوع. تزور عند بيتي. طبعا سفرياتي اجي اعوضها، يعني تعرف انه خارج هذا، من المرات يمكن رحت لقيت اخوه، يعني اعرف اخوه الكبير، ما عمري سلمت عليهم لفتره، يعني متحرج اني اجيهم، يعرفوني ما يعرفوني. فجيت لقيت اخوه قاعد يرمي الله يكرمك الزباله، وقفت اروح اسلم، وقفت السياره جيت قلت السلام عليكم، قال لي عليكم السلام حياك يا مرحبا. قلت ما عرفتني؟ قال والله الوجه. قلت انا احمد السويري. يا مرحبا وحضني ومدري شلون. أذكر هذا ما كان عنده عيال، فالآن عنده ولد عمره 13 سنة تقريبا، أخوه الكبير أحمد. فقال يا أخي أذكر أنه أنت دخلت الإعلام نشوف وجهك من هنا من هنا. فقلت أنا مقصر. قال لازم توعدنا وتجلس معانا ومدري كيف، برا به. طبعا دريت من فترة أخيرة أنه توفي والد، الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. فمحمد أضاف لي شيء كثير، يعني بمعنى الكلمة، إيش معنى صديق؟ هو هذا الصديق. جميل.